انا اخي سمك ابني من كتر صاحبي يا ويا مكتوب هو صادق وانا اشبع كده شنو سنتين سلامة خد العاد وياي والليل ما نامة سموته سنتين سلامة وعشيرتي والفخذ كله هاي ربي رزق الحمد لله يشتغل على خطيئة يطفر على العالم ولا يجلب عليك هاي حياتي الغلبة بالمليون إن علبوني لا مهوني هاي هلا هلا عمري هلا عمو عمو شو العالي شو العمو هسكاروكت يعني يلا بضيني ده اروح البلد مسروق راح اغرق يلا بس يا عمو عيني اتقني بضيني سنايدة يا عمو انا بدي ابحث عن كزنوفا هو ام كزنوفا اب يا عمو احبه ايش بينا تهني قريز لا 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 خو هذا الدوق فينيسيا حاطه جائزه 10 ملايين ليره لنيويورك فوالله لو معي الا دوق الناس وخلص منه هلا على واحد اللي قف روح الزيت صح الزيت روح بالعاده اقلب 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 نمشي ما راح تفكر نمشي اشتي على واحد ايش قد الشوخرين اشتي على واحد اشتي على واحد 20 سنه صوتها اللي بيصوي خشن لو زوجته باقين مو خشم صالة صباتاتي شلت نايمة خيبوتي شغلين ما تدري بالتجوين ما وين كدردين بشغلين حلا 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 في شرفي غالبا ما تقرب الدوق فينيسيا فلا أورد نفسي ألا ليت الشباب يعود يوما لأمهم ما فعلت بي القضاقين ماني يزيني زيني صدفة شغال ماني وصلت ناصر ناصر ايش عندك واضح بالبرد؟ ابا هو عنده مره ذكر ايامنا الحلوه وين؟ كان هنا بس الظاهر نزل خميس الجمعه